نيويورك باهرة بعماراتها وأفضل مدينة لسكن مهندس معماري. سأنفذ مشاريع أخرى لزبائن أثرياء في المستقبل، لكن هذا المشروع مميز حقا. في سنغافورة نبني عموديا، والسؤال الأساس كم سيبلغ ارتفاع المبنى؟ منطقة مانهاتن في نيويورك من أكثر المناطق الحضرية اكتظاظاً بالسكان في العالم، حيث ترتفع حوالي 6000 ناطحة سحاب فوق جزيرة لا تزيد مساحتها على 88 كيلومتراً مربعاً. هل هكذا ستصبح كل المدن الكبيرة يوماً ما؟ المزيد من الناس وحركة المرور واستهلاك الطاقة؟ كيف يمكن تحسين الحياة في مدن كبيرة كهذه؟ سؤال يشغل المعماريين ومخططي المدن وعلماء الاجتماع. اسمي بليك كوراسيك وأعمل مهندسا معماريا في مدينة نيويورك. لقد درست العمارة في جامعة إلينوي وأعيش في مدينة نيويورك منذ 3.5 سنوات. أحب نيويورك بسبب الطاقة والناس وحضريتها، ولأن مانهاتن مكتظة جدا فإن الحل الوحيد للتوسع في البنيان هنا هو البناء العمودي. ولطالما أحببت المباني المرتفعة وكنت في صغري أعشق ناطحات السحاب، ومانهاتن هي المكان الأفضل إن كنت تريد بناء مباني مرتفعة لأنه لا يوجد مكان للتوسع الأفقي فيها. هناك الكثير من العمل للمهندسين المعماريين في مانهاتن، وحالياً يحاول المهندسون جعل تصاميمهم أكثر رفقاً للبيئة، سواء كانوا يجددون للمباني القديمة أم يخططون لمباني حديثة. ابتكر كوراسيك فكرة عملية جديدة، ناطحة سحاب في قلب المدينة مصممة للأغراض الزراعية فقط. لطالما اهتممت بالزراعة والخروج إلى الطبيعة، كما أنني أحببت ناطحات السحاب دوما، لذا فكرت في طريقة مثيرة لدمج الزراعة بالبناء. أعتقد أن الزراعة العمودية ستكون توليفة رائعة بين الزراعة والعمارة. لا يدمج تصميم كوراسيك البرج البيئي المؤلف من 120 طابقاً العناصر الحديثة للتصميم المعماري فحسب، بل والعناصر الزراعية التقليدية. الزراعة العمودية أكثر فائدة من الزراعة الأفقية، ولنفس السبب الذي نبني من أجله المباني الشاهقة نبني مزارع عمودية على شكل ناطحات سحاب، بحيث لا نستهلك الكثير من المساحة ونكون أكثر كفاءة في استخدام الأرض. كوراسيك متجه إلى جنوب مانهاتن، حيث ما زالت إحدى أكثر ناطحات السحاب تميزاً في العالم الغربي قيد الإنشاء. لديه موعد مع أودو كلاجيس المدير التنفيذي لشركة بول المتحدة الألمانية، وهي شركة عالمية رائدة في صناعة عناصر بناء من الحديد الصلب المهمة في بناء الواجهات الزجاجية والمعدنية. عبر المشاركة في تشييد هذا المبنى ينفذ أحد أكثر العقود أهمية في تاريخ الشركة. كنا نعرف طبيعة تصميم الواجهات من البداية، لكن بالطبع علينا أيضاً أن نأخذ بالحسبان العناصر التقنية المختلفة التي ترافق البناء الفعلي، بما فيها عناصر البناء والتعزيز وضبط الصفائح وتساوي طبقة الواجهة الخارجية وغيرها. هذا يتطلب مستواً معيناً من الخبرة، وهي لدينا في ألمانيا، وقد وقعوا العقد معنا لأنهم كانوا مهتمين بالجودة أكثر من الكلفة. عند انتهاء بناء برج التجارة العالمي الجديد عام 2013 سيكون هذا أعلى مبنى في أمريكا بارتفاع 541 متراً فوق شوارع مانهاتن، وسيكون البرج أحد أكثر الأبراج الموفرة للطاقة بين أقرانه. تقع مدينة بنما عند مدخل القناة الشهيرة على المحيط الهادئ، وقد شهدت عاصمة بنما نمواً اقتصادياً سريعاً في السنوات الأخيرة، ومع التوسع حدثت تعقيدات حضرية كازدياد أعداد السكان وازدحام حركة المرور، فلم تعد المدينة تلبي الاحتياجات الحديثة. في بنما أكثر من 100 مبنى شاهق، وهي تعد واحدة من أكثر مدن أمريكا اللاتينية ازدحاماً.
وقد بنيت المدينة على غرار نظيرتها في أمريكا بعيداً عن العمارة المحلية التقليدية والاهتمام بالبيئة، لكن هذا يجب أن يتغير الآن. يشارك المعماري جوستافو أرانغو في البرنامج المحلي الذي يستهدف إلى تشجيع المزيد من طرق البناء المستدام، لكن وبسبب جغرافية المنطقة المميزة لا يرى أرانغو بدائل عن ناطحات السحاب. أرانغو وزميلته سمسارة العقارات كارلا لوبيز أبيو يقولان إن الوعي العام بالمواضيع البيئية يزداد في مدينة بنما. تسعون في المائة من المباني شاهقة الارتفاع في مدينة بنما مخصصة للسكن، أما الباقي فعبارة عن فنادق أو مكاتب، والسبب بسيط، إن مساحة البناء كانت ولا تزال محدودة، لكن إحدى مزايا وجود كل هذه المباني المرتفعة هو أنها تؤوي الكثير من الناس، بحيث تنفق المدينة أقل على البنية التحتية كالإنفاق على الشوارع وتمديدات الكهرباء والماء، وهذا يعني أن المباني العالية تمثل بديلاً أكثر كفاءة واستدامة. لكن ناطحات السحاب المخصصة للمكاتب ذات الواجهات الزجاجية تستهلك الكثير من الطاقة للتكييف، وهذا أمر أساسي لبنما نظراً للمناخ المداري. مباني كهذه قد تكون مبهرة للنظر، لكنها ليست رفيقة بالبيئة. عكس التيار، شركة مورغان أند مورغان واحدة من أنجح الشركات في مدينة بنما، وهي متخصصة في مشاريع البناء المميزة وتستثمر حالياً بمبنى نموذجي رفيق بالبيئة. سيتم إعداد التصميم في مكتب الهندسة هذا. درس إدواردو كوينتيرو في ميامي ثم صقل مهاراته بالعمل في مكاتب معماري أمريكي بارز. اغتنم كوينتيرو وزوجته أنا ماريا زامبونيا، وهي مصممة داخلية، الفرصة لابتكار مبنى شاهق رفيق بالبيئة. مكتبنا فورزا كرياتيفا ملتزم بتطبيق مبادئ الاستدامة. نحن نؤمن بأن هذا جزء مهم من تصميم العمارة. لحسن الحظ، مبدأ في المشروع يتطابق مع مبدأ الزبائن، لذا ليس علينا إقناعهم. كان ذلك مريحاً جداً. من المرضي جداً لي العمل على مشروع يرفع من مواصفات العمارة المحلية ويأخذ المتطلبات البيئية بالحسبان. إنه نجاح رائع. وان فيليب دولا إغليزيا الممثل المسؤول في مورغان أند مورغان. إنه يدرك تماماً أن تكاليف البناء سترتفع أكثر 10% عن المعدل، لكن إدارة شركة مورغان تؤمن بأن الدعاية الإيجابية لهذا المبدأ الاستثنائي ستنتشر بين زبائن الشركة العالميين. مشروع بناء مستدام من نوع مختلف جداً قيد الإنشاء في نيويورك، دعي بليك كوراسيك لإلقاء نظرة على إحدى مزارع الأسطح في المدينة. أجواء رفيقة فوق مبنى صناعي سابق متعدد الطوابق، تم تشجيع السكان المحليين على المساعدة في العمل في المزارع. إنها نسخة مبسطة من مبدأ كوراسيك للمزرعة العمودية. تعود ملكية وإدارة مزرعة السطح لأنستيزيا كوليبليكياس. حدثيني عن السطح ومساحته والخضار التي تزرعينها ولمن تبيعينها. نحن نقف فوق أرض زراعية بمساحة 12 ألف متر مربع، نزرع حوالي 10 أطنان من الخضروات سنوياً. نبيع الكثير للمطاعم كما نبيع الكثير في الأسواق، لذا نريد زراعة خضروات مميزة يتهافت الطهاة عليها، وفي الوقت نفسه نريد أشياء يمكن للعائلة العادية تحضيرها للطهي في مطبخها المنزلي. ظهر عدد من المشاريع المشابهة في أنحاء نيويورك. هناك متسع كبير لها أيضاً نظراً لكل المساحات الخالية فوق الأسطح.
كما تنشط إدارة المدينة في دعم مثل هذا النوع من المبادرات. لا نستخدم أي أسمدة كيميائية أو مبيدات حشرية، ونحاول تشجيع نوع من النظام الطبيعي، نظام مستدام ذاتياً وصحياً ورفيق بالبيئة. لمزارع الأسطح عدد من المنافع الإضافية، فهي تساعد على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحرارة المدن في الصيف، وتستغل أمطار الشتاء. أردنا تعزيز الزراعة الحضرية كمجال مستدام. نعم، أعتقد أن مزارع الأسطح جزء أساسي من مستقبل المدينة والزراعة الحضرية عموماً، لكنها لن تحل أبداً مكان نظيراتها الريفية. إن كوراسيك مقتنع بأن مبدأه يمكن أن يوفر جزءاً على الأقل من الاحتياجات الزراعية لنيويورك. ستعتمد الزراعة العمودية كما شرحت عندما تصبح الزراعة في المدينة مجدية اقتصادياً، أي عندما تصبح أسعار الطاقة وكلفة الإنتاج مرتفعة. حينها سيكون بناء مزارع عمودية مجدياً، وبالنتيجة ستنتشر الزراعة العمودية. نعم، قد يكون هذا حلاً لمنهاتن، بالرغم من أن أسعار الأراضي مرتفعة جداً هنا. عقارات منهاتن مشهورة بغلائها، لكنها مكان يعيش فيه كل الناس، ولكنه أيضاً الأمثل للزراعة العمودية. يمكن لبرج بيئي كهذا إنتاج مواد غذائية يومياً تعادل إنتاج 1000 هكتار من الأرض الزراعية. الزراعة العمودية ومزارع الأسطح وأحواض تربية السمك في المدينة تكمل بعضها البعض، والسؤال هو كيف نبتكر طريقة عيش أكثر استدامة في المدن في القرن 21؟ تم تطوير مفهوم الزراعة الحضرية البيئية المتنوع من قبل المعماري البلجيكي فينسنت كالبو. إنه نظام بيئي مكتف ذاتياً ارتفاعه حوالي 600 متر مقام فوق جزيرة إس ريفر في نيويورك. يؤمن الكثير من الخبراء بأن البناء الحديث سيكون أعلى، وستشمل التصاميم الجديدة عناصر ستسمح للناس في المدينة بالعيش في تناغم أكبر مع الطبيعة. هناك مدن كبرى عديدة اليوم في آسيا وحاجة كبيرة لناطحات السحاب. لنأخذ مثلاً المدينة الدولة سنغافورة الواقعة فوق مساحة لا تتعدى 700 كيلومتر مربع. لا يوجد مجال للبناء فيها إلا عمودياً. تملك سنغافورة أحد أكثر اقتصادات السوق العالمية المتطورة في العالم، وهي مركز مالي عالمي رائد، وتجذب باستمرار الشركات الأجنبية التي تريد توسيع أسواقها الآسيوية. لكن رغم ازدهار البناء العمودي فيها، تعد سنغافورة أكثر المدن رفقاً بالبيئة في المنطقة. تعمل شيرين طرازي براينهول في مكتب ووها للعمارة، حيث تصمم المباني السكنية العامة، والمطلوب تصميم مساحة سكنية واسعة بكلفة مقبولة وكلفة صيانة معقولة، والأهم أن تكون المباني رفيقة بالبيئة، وفي النهاية ستكون الأبراج شاهقة وغير مألوفة. تم تطوير التصميم الكلاسيكي للمباني الشاهقة في الغرب ضمن مناخ مختلف تماماً، لكن هذه التصاميم لا تصلح في المناخ المداري، إنها غير مناسبة لمناخ سنغافورة. لذا نحاول تطوير نمط جديد من المباني الشاهقة بتصاميم أكثر راحة وأكثر نفاذية، وتزيد من تدوير الهواء النقي، وتتفاعل بشكل أكثر كفاءة مع المناخ، ونسعى لتصميم أبراج أكثر استدامة وتستخدم أقل قدر ممكن من المكيفات. يؤدي مبدأ الاستدامة البيئية والبؤر الخضراء هذا دوراً مفصلياً في تصاميمنا. وفي هذا المشروع مثلاً يتمثل هذا المبدأ في إنشاءات تتضمن شوارع مرتفعة وحدائق مرتفعة كما نسميها. باختصار، نحن نعتمد عناصر التصميم الأفقي لكن بشكل عمودي. تبنت شيرين طراز مبادئ من مشاريع تصاميم ووها سابقة، كمشروع برج الأجنحة السكنية نيوتن ذي 36 طابقاً الذي فاز بجائزة. من مواصفاته المميزة أنه يشمل مساحات خضراء ومائية وشرفات شاسعة وواجهة فريدة.
المساحات الخضراء في المبنى تعوض عن أكثر من المساحة التي تم البناء عليها. على الناس ألا يتخلون عن هذه العناصر الخضراء بسبب عيشهم في أبراج، فمن خلال شمل الحدائق المرتفعة والمساحات المفتوحة في تصاميمنا تمكننا من الحفاظ على العلاقة بالبيئة الخضراء التي يمكن استخدامها. تضم كل وحدة سكنية في البرج حديقة على شرفة، وهذا يسر كل السكان. هنا مثلاً تتسلق أغصان نبات المعرش الواجهة من أسفل البناء حتى أعلاه. لقد طورنا عدداً من الإجراءات ذات التقنية البسيطة. أما كسوة الواجهة فهي عبارة عن نباتات معرشة تشكل غطاءً أخضر لا يتطلب صيانة خاصة أو معقدة. من حيث المبدأ، من المهم وجود الظل على واجهات المباني في المناطق المدارية الشبيهة بمنطقتنا، لأن الواجهة تمتص معظم حرارة الشمس وليس السقف، لذا تحتاج الواجهات للتغطية. في أجنحة نيوتن قمنا بتركيب ألواح معدنية شبكية عمودية وأفقية تحجب الشمس دون أن تحجب النظر للخارج عن السكان. تتمنى بنما أن يكون لها دور ريادي في أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بحماية البيئة، لكن على عكس سنغافورة لا تتدخل الحكومة مركزياً في البناء. إدواردو كوينتيرو ووان فيليب ديلا إغليزيا في طريقهما إلى موقع بناء في مدينة بنما، وهو برج MMG الواقع في منطقة حديثة التطوير تمتد فوق مساحة واسعة ومناطق خضراء. برج MMG لن يستهلك الكثير من الطاقة، هناك مساحات خضراء على السطح ولواقط شمسية تنتج الكهرباء، والتصميم يستفيد من الضوء الطبيعي والتهوية لتوفير أفضل بيئات ممكنة. برج MMG هو أيضاً أول برج في المدينة مبني على هيكل من الحديد الصلب. كل المباني المشابهة بنيت بالخرسانات المسلحة. إحدى مزايا استخدام الحديد أنه يسرع عملية البناء، كما لن تكون هناك دعامات كثيرة تحجب الرؤية. الشركة مالكة المشروع اختارت قطعة الأرض في وقت مبكر لم يكن فيه أحد يعتقد بأن الموقع سيكون قيماً في المستقبل كما يقول وان فيليب. قررت شركة مورغان أند مورغان بناء برج مكاتب جديد، لكنها أرادت أيضاً بناءً مستداماً. أرادت أكبر شركة محاماة في أمريكا الوسطى أن تبين التزامها بحماية البيئة وتحملها المسؤولية، وأن تكون مثالاً يحتذى في هذا المجال، إضافة إلى أنها تريد أن يحصل التصميم على أعلى الشهادات الأمريكية الخاصة بالبناء المستدام، وهي LEED Gold. لقد قاموا بكل ما يجب لوضع تصميم رفيق بالبيئة. هذا أحد الأسباب التي دفعتنا لاستخدام طرق غير تقليدية في البناء، حيث إن حوالي 85% من الحديد الذي استخدمناه يأتي من مصادر مدورة. كل ما نحتاجه الآن إضافة طبقة الحماية من النار. لا ينال المبنى شهادة مجلس البناء إذا لم يكن مقتصداً في استهلاك الطاقة عند استخدامه. يشرح لنا كوينتيرو بعض مواصفات ترشيد الطاقة في البناء. تم تركيب المصاعد مثلاً بنظام طاقة مميز بحيث تستهلك طاقة أقل من تلك التي تستخدمها التصاميم التقليدية. المصاعد من شركة أوتس ونظام المكابح يوفر الطاقة بشكل كفء.
من المهم أيضاً أن تكون عناصر الواجهة عازلة بشكل جيد. النوافذ مصممة بطريقة لا تسمح بدخول الحر إلى المبنى. هذا أمر مهم جداً في بنما، حيث تسطع الشمس بقوة. إنه مشروع متطلباته كثيرة، وليس فقط لأنه البرج الأول الذي نصممه. لدي تجارب عالمية كثيرة، لذا أعرف كيف تتباين التصاميم المعمارية من مكان لآخر. لكن هذه أول فرصة لي لإتمام مشروع لزبون مهم في وطني، وهذا رائع جداً. يعيش أكثر من 5 ملايين شخص في سنغافورة، أي ما يعادل 4 أضعاف عدد سكان مدينة بنما. يعيش معظم سكان سنغافورة في مباني شاهقة. كيف يمكن لمصممي هذه المباني الحفاظ على نوعية الحياة أو تحسينها في المدن الآسيوية الكبرى؟ أسس مكتب ووها المعمارية وونغ مون سوم وزميله الأسترالي ريتشارد هاسل. المكتب متخصص في ابتكار حلول بديلة تجعل المباني الشاهقة في حالة تناغم كبير مع البيئة الحضرية المحيطة، ويبتعد عن تصميم الأبنية المعدنية الزجاجية التي تستهلك الطاقة دون التفات للمستقبل. أكثر ما يميز البناء الذي يصممه مكتب ووها هو خضرة الواجهة الخارجية والفتحات والمساحات العامة، مدرسة ومكتبة ومسرح وقاعة عروض فنية كلها تحت سقف واحد. هذا ما يسمى بالشطيرة، وهو يرشد استهلاك الطاقة كما تشرح لنا شيرين طراز. تم تصميم المبنى بشكل يتيح التهوية الطبيعية، لذا حتى لو لم تهب الرياح في الخارج تكون هناك دائماً نسمة حول المبنى. ونستخدم التهوية الطبيعية في غرف التدريس عبر التهوية السقفية بدلاً من مكيفات الهواء. هناك مجاري تهوية بين الأجزاء المنفردة تسمح بدخول الهواء إلى المبنى. معظم الطاقة المستهلكة في المناطق المدارية تستخدم لأنظمة التبريد، لكن تغييرات بسيطة على طريقة البناء قد توفر أنظمة تهوية طبيعية تعمل جيداً وتغني عن التكييف. أحد الأمثلة على ذلك مبنى مولمن المرتفع الذي صممه مكتب ووها للهندسة المعمارية. أهلاً بكم في الشقة. لنقترب من النافذة، نافذة الرياح الموسمية. هذه هي الشبكة الخارجية، وهي تمنع حتى الأشياء الصغيرة من السقوط. ومن ثم الطبقة الثانية، حيث هذه السكة التي تتيح فتح وإغلاق النافذة. ومن ثم لدينا قضبان السلامة التي تمنع الأشياء الصغيرة من النفاذ. إذن فهو حاجز سلامة، وهكذا لن يدخل المطر بل النسيم فقط، ولهذا تسمى بالنافذة الموسمية التي تسمح بالتهوية الطبيعية على مدار اليوم وعلى مدار العام دون حاجة للقلق بشأن إغلاق النافذة عندما تمطر. هنا لديك النسيم، وهو لطيف جداً وأكثر جفافاً مما هو على مستوى الأرض. هناك بعض الأشياء التي يمكننا فعلها الآن بهذه التطبيقات. نحن نعرف المشكلة الكامنة فيها ويمكننا تحسينها فعلياً. أحد هذه الأشياء هو الضجيج، فمن خلال فتح النافذة بهذه الطريقة تدخل أصوات من الخارج، وهذا شيء نود تجنبه أيضاً. هذا تصميم وونغ الكبير لمدينة المستقبل، نظام متكامل لمبان مرتفعة توفر بيئة مستدامة للمنازل والشركات. إن حاولت ابتكار حل للكثافة السكانية العالية فعليك الاتجاه نحو المباني المرتفعة. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري مضاعفة ارتفاع المباني فقط، إنما توفير طوابق لاستخدامات أخرى. وكما ترون هنا لدينا أيضا حوالي 200 إلى 250 طابقا. لكن المهم في هذه المدينة المكتظة على هذا الارتفاع هو الحصول على هواء نقي وضوء طبيعي وأشعة شمس. هذا مهم جداً للحياة في المدينة.
المباني المرتفعة تخضع لتحولات كبيرة في التصميم، كما طور المعماريون طرقاً جديدة لزيادة استدامتها وكفاءتها. ستستمر مناطق العالم الحضرية الكبرى في الارتفاع نحو الأعلى، لكن تقنية بناء الأبراج الرفيقة بالبيئة ستكون بالتأكيد تقنية المستقبل القريب.